درعا مدينة الصحراء 4/8/2013 في أيام شهر رمضان الفضيل، في أواخر 10 أيام رمضان الفضيل، طيران المي يقصف مدينة الصحراء. لا يا أحمد، أحكوش معلش أخوذي أخوذي صار الساعة. أحد صواريخ التي قصفت على مدينة الحراك. نحن أبطال الجيش الحر يقومون بتفقد المنازل بعد قصفها بطيران الليل. درعا مدينة الحراك.